المية وهي نازلة كده من الحنفية وأنا بشربها وزي جوس العصير اسمها water، والحالة دي بيبقى اسمها liquid سائلة. يبقى المية water أول حالة ليها إن هي بتبقى liquid يعني سائلة، ودي الحالة العادية اللي احنا بنشرب فيها عصير، بنشرب مية. طب هوب أنا خدت المية دي حطيتها في حلة كده، ودي جديد دي ده 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 سخنت وطلعت بخار، لقيت بخار طالع. البخار ده اسمه ايه؟ ستيم. طب وحالته؟ ستيم از جاز. يبقى ستيم از جاز يعني البخار اللي طالع ده اسمه في حالات الميه جاز او حالته غاز. طب يلا، امال لو انا خدت الميه دي وحطيتها كده عشان اعمل تلج في الفريزر، حطيت الميه في الفريزر بقت ايس. ايس يعني تلج. طب التلج ده بسميه ايه في حالات الميه؟ سوليد. مش هو بيطلع مكعبات كده جامده كده؟ جامده دي يعني صلبه كده. يبقى ايه عندنا؟ ايس از سوليد. يبقى الثلاث حالات بتوعنا بتوع الميه، واتر از ليكويد الميه تكون سائله، ستيم از جاز والبخار يكون غاز، فاينلي ايس از سوليد والتلج بيكون صلب. دول حالات الميه معانا، لكن شرح الوحده كامله بالاسئله والتمارين وامتحان شامل على الوحده على قناة كريزي انجليش. وما تنساش ان الدرس المكمل ليه لجزء الجرامر، وان الطالب يقرأ لوحده كلمات المنهج، فلازم تشتغل معاه من كتب كريزي انجليش في الصوتيات علشان خاطر يقرأ الكلمة لوحده مش انت تقرأها له. اه والله. ممكن بقى اكسبلور ولايك واشتراك للقناة بتاعتنا القمر، وتشاركوا الفيديوز اللي انا بنزلها بليز لو بتستفيدوا مني، لو شايفين انتوا مش بتستفيدوا تعملوش حاجة.